مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطياتنا حول تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة. ففي صفعة جديدة لقوات الاحتلال أصيب إسرائيليان بجروح خطيرة، أحدهما ضابط، في عملية إطلاق نار جديدة اليوم قرب بؤرة استيطانية في حي سلوان بالقدس المحتلة. العملية الفدائية الجديدة نفذت برغم حالة الاستنفار والتأهب الأمني للاحتلال، وأصيب فيها المنفذ الذي يبلغ من العمر 13 عاما. العملية الجديدة أثبتت فشل كل إجراءات الاحتلال وتأهبه الأمني، وجاءت برغم إعاز المفتش العام لشرطة الاحتلال برفع حال الاستنفار إلى أعلى مستوى في كل إسرائيل، وذلك في أعقاب تقدير للوضع أجراه على خلفية عملية القدس البطولية أمس التي أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح. إذن نتابع هذه الصور مباشرة لعملية سلوان. إطلاق النار. وين طخوا؟ وين طخوا يا أمه؟ والتي أصيب فيها المنفذ الذي يبلغ من العمر فقط 13 عاما. وين طخوا؟ وين طخوا يا أمه؟ الله أكبر. الله أكبر. نرحب بضيوفنا. بداية معنا السيد داود شهاب، مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي. سيد داود، أهلا وسهلا بك معنا. أيضا معنا هنا في الاستوديو دكتور عباس إسماعيل، محلل ميادين للشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد داود للتعليق. يعني في أكثر وقت فيه استنفار أمني جاءت العملية الثانية على يد فتى يبلغ من العمر 13 عاما. أي دلالات يجب أن تفهم إسرائيل الآن؟ يعني هنا الدلالة الأهم أنه لمن السيادة في القدس، هذا هو موضوع الصراع، جوهر الصراع اليوم على السيادة في القدس. لمن السيادة في القدس؟ هل لإسرائيل التي تستنفر أو تستنفر يعني كل أجهزتها الأمنية، دولة بكاملها تخرج من جحورها من أجل فرض السيادة في القدس، من أجل تأمين مجموعة من المستوطنين يسيرون حاملين الأعلام الصهيونية؟ هل السيادة في القدس لإسرائيل؟ هذا هو السؤال المهم هنا، وهذا السؤال الآن الذي يدور في ذهن كل مستوطن إسرائيلي. لمن السيادة في القدس؟ هل نستطيع، هل لهؤلاء المستوطنين أمانا في القدس؟ هل يعيشون بأمن واستقرار في القدس؟ إذن السؤال تجيب عليه هذه العمليات، يجيب عليه الميدان. فلسطيني واحد يستطيع أن يقول أنه لا أمان لكم في القدس ولا سيادة لكم على القدس. يعني تعتبر أنه هذا بداية الطريق وليس آخره؟ لا 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 لا، الطريق لم يصل بعد إلى منتهى، ومنتهى الطريق بيد الفلسطينيين. من يحدد مسار الوضع في القدس كله، مسار الوضع الميداني في القدس، هو المقدسي، هو الإنسان المقدسي الفلسطيني، هم أصحاب الأرض الحقيقيين. أما هؤلاء الطارئين على وجودهم الطارئ، أصحاب الوجود الطارئ في القدس، هؤلاء لن يقرروا مصير القدس، وليس بمقدور أحد. يعني هم، انظر يا أختي الكريمة، هم ذهبوا إلى التطبيع مع عديد من الدول العربية. إدارة ترامب، الإدارة الأمريكية السابقة، أعطتهم قرار بأنه القدس عاصمة لهم، للكيان الإسرائيلي. كل هذا كله حصلوا على اعتراف من دول عديدة في العالم، لكن ما دام الفلسطيني بهذه الروحية يقاوم ويقاتل، سيبقى إذن سؤال البحث عن مشروعية الكيان قائم. لا مشروعية لهذا الكيان، لا سيادة لهذا الكيان المؤقت، ولا مشروعية لوجوده،
وبالتالي يبقى يعني العمق المأزق الوجودي لإسرائيل يتعمق، موضوع يعني يتعمق سؤال المأزق الوجودي للعدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي يعاني من مأزق وجودي كبير. عملية الأمس دخل المقاوم الفلسطيني خيري علقم إلى قلب عمق الاستيطان الإسرائيلي ونفذ عملية في أقل من 20 دقيقة. إسرائيل تحتاج إلى جيش كامل، تستنفر جيش كامل من أجل اقتحام منطقة في مخيم جنين أو في مدينة جنين، وتستغرق ساعات طويلة وتواجه باشتباكات وتصدي عنيف جدا، ولا تستطيع أن تحقق شيء من أهدافها. نعم هي تستطيع أن تقتل، لكن لا تستطيع أن تغير من الواقع في مخيم جنين أو في محافظة جنين أو في نابلس على سبيل المثال. لكن في القدس انظري، هذا انتصار للإرادة الوطنية الفلسطينية. في القدس شاب فلسطيني، مقاتل فلسطيني، مشتبك فلسطيني بمفرده وبسلاح شخصي بسيط ومتواضع يستطيع أن يحدث كل هذه الهزة والصدمة. ما حدث بالأمس على وجه التحديد واليوم طبعا شكل صدمة للعقل الإسرائيلي، للوعي الإسرائيلي. والسؤال الوجودي أصبح الآن يعني قويا ومطروحا، هذا من جانب. ومن جانب آخر هذا أعادهم إلى مشهد يعني انتفاضة الأقصى، بدايات انتفاضة الأقصى عندما كانوا يفكرون بالرحيل وبدأت بوادر هجرة عكسية من الكيان الإسرائيلي إلى 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 أوروبا، وإلى الناس تعود، المستوطنون يعودون إلى بلدانهم. لكن كانت دائما طوق النجاة وحبل الإنقاذ يمد إلى هؤلاء، إلى هذا الكيان المؤقت من خلال المواقف الأوروبية، الحقيقة المواقف الأوروبية التي يعني نعرفها بسياسة الكيل بمكيالين، أمريكا وأوروبا، سياسة الكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير. وأيضا المواقف العربية، البيانات بعض الدول التطبيع أو محور التطبيع العربي التي سارعت، وطبعا وتركيا معهم، يعني بشكل يعني شكل خيانة الحقيقة لدماء الشهداء ولتضحية الشعب الفلسطيني كانت هذه البيانات. هذا هو طوق النجاة الذي تتمسك به يعني إسرائيل، لولا ذلك يمكن أن يتفكك هذا الكيان. ابقى معنا. العمليات الفدائية والعمليات البطولية والاستشهادية التي ينفذها الشباب الفلسطيني. ابقى معنا سيد داود شهاب. أنتقل إلى السيد محمد محيي من جديد، المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراق، وهو معنا من بغداد. يعني حضرتكم مقاومين سيد محمد، اليوم أن تكون الكلمة التي شكلت ردع يعني ربما لا السلطة ولا حتى الفصائل كانت لفدائيين، وفدائي منهم عمره 13 عاما فقط نفذ هذه العملية بأكثر وقت فيه استنفار أمني في إسرائيل بعد عملية الأمس وما نتج عنها، كيف تقرؤونه بحسابات المقاومة؟ أتحدث ليس فقط على الصعيد الفلسطيني إنما المقاومة الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدتي وللسادة الضيوف الكرام وللسادة المشاهدين الأعزاء. كنا وما زلنا نؤمن أن المقاومة هي مقاومة الشعوب، وأن معادلة المقاومة ونجاحها وثباتها إنما تستمد من عزيمة الشعوب وإرادتهم وقدرتهم على المطاولة للوصول إلى تحقيق مطالبهم وأهدافهم. وكما نعلم أن القضية الفلسطينية هي ليست وليدة اليوم، مضى عليها عقود طويلة، وكان هناك مراهنة على تغييب الوعي لشباب الفلسطيني، كما كان هناك أيضا مراهنة على تغييب الوعي للشباب العربي لكي ينسى هذه القضية ولا يدعمها ولا يعطي لها القدرة على المواصلة والمطاولة. ولكن كل عام وكل سنة وفي كل مناسبة يصدم العدو وتصدم جميع مخططاته، ويصدم هذا المحور الصهيوني الأمريكي الذي يعمل طيلة العقود الماضية ويصرف المليارات، ويصدم بشاب عمره 13 سنة يتوجه بمفرده وبسلاح بسيط ليوقع هذه الخسائر بصفوفه، وكذلك قبله أيضا شاب بمفرده يستطيع أن يوقع هذا العدد الكبير
من الخسائر في صفوف العدو وينشر الرعب والخوف في نفوس المستوطنين الذين المستعمرين، مع أنه بنفس العدد الذي أوقعه هذا الشاب الفلسطيني بصفوف أبناء الشعب الفلسطيني، إنما وقع بحجم كبير من القوات والإمكانات والآلة العسكرية الكبيرة والأمنية وإمكانات دولة وإمكانات دول أيضا تسند هذا الكيان. إذن هذا الكيان اليوم أمام معضلة كبيرة، كلما زاد من الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني كلما وجد أن هناك شبابا وأجيالا جديدة تنتج في كل يوم تواجه هذا المشروع وتواجه هذا الكيان وتضعه أمام مأزق الوجود مرة أخرى، بحيث أن اليوم نسمع من صرخات المستوطنين بأن هذه الدولة وهذه الحكومة وهذه الإمكانات لا تستطيع أن توفر الأمن لهم. وحتى مع كل الإجراءات التي ربما سوف تصدر اليوم في اجتماعات أقطاب الكيان بتسليح المستوطنين أو نشر القوات في القدس وفي مناطق الفلسطينيين، كلها لن تجدي نفعا. اليوم إرادة الشعب الفلسطيني هي التي انتصرت وسوف تنتصر. نعم. إرادة الشباب الذين تربوا ورعوا وكبروا في ظل هذه الظروف القاسية التي مروا بها ولم ينسوا قضيتهم وما زالوا مستعدين للموت ومستعدين أن يقدموا أرواحهم في مواجهة هذا الكيان المؤقت والكيان الزائل. ابقى معنا سيد محمد محيي. دكتور عباس إسماعيل، أجدد الترحيب بك. يعني الكثير من المواقف بدأت تخرج من إسرائيل، ربما دعني أقول لك بعض قبل أن نتحدث عن اجتماع الكابينات، في استغراب أنه بيان القيادة الفلسطينية أدان وحمل المسؤولية للاحتلال عن خطر ما ستؤول إليه الأمور ولم يدن العمليات أو أي شيء من هذا النوع. حتى في كلام لأحد المحللين العسكريين بإسرائيل هيوم، قال هجوم الليلة الماضية بالقدس هو نوع الهجمات التي لديها القدرة على تغيير الواقع. في حتى تغير بالخطاب الإسرائيلي لخطر ما يتربص هذا الكيان. أي مخاوف حقيقة بدأ يستشعر بها الكيان من أمس، إذا دعنا نقول يعني من أمس حتى اليوم؟ يعني لا شك الواقع الذي فرضته عملية القدس بالأمس ثم عملية القدس اليوم هو واقع مؤلم جدا بالنسبة للإسرائيليين. لا ننسى أن هذه العملية صح أنه من حيث التوقيت جاءت بعد المجزرة التي حصلت في جنين، ولكنها تحصل أيضا في ظل حكومة في إسرائيل تعتبر بأنها النسخة الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات في إسرائيل. وبالتالي بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة لكل المراقبين، هذه النسخة إذا فشلت في وضع حد للعمليات الفدائية وهي ستفشل، فهذا يعني أنه لا يوجد أي أمل لأي نسخة أخرى من الحكومات لأنه أكثر تركيبة متطرفة هي موجودة في هذه الحكومة، أكثر خطاب متطرف موجود في هذا الحكومة. هذا يعني يزرع مزيد من اليأس ومزيد من القلق في أوساط الرأي العام الإسرائيلي من جهة أيضا، ويعري هذه الحكومة من حيث قدرتها على معالجة هذا الموضوع. والأخطر من ذلك بالنسبة للإسرائيليين هو ما يثير القلق أيضا، هو أن هذه العملية تثبت أن مروحة الخيارات أمام الحكومة الإسرائيلية وأمام المؤسسة الأمنية والعسكرية أيا تكن هي مروحة محدودة جدا، وأن فائض القوة أو القوة الموجودة في إسرائيل وكل من يتابع هذا الموضوع في إسرائيل سوف يدرك بأن حدود القوة يفرض نفسه وقيود القوة تفرض نفسها على صانع القرار في إسرائيل، بحيث أن القوة التي يملكها غير قابلة للصرف في مواجهة الفدائيين الفلسطينيين، لا سيما إذا كنا نتحدث عن فلسطينيين يقررون بأنفسهم تنفيذ عمليات منفردة ويجدون من إرباك المؤسسة الإسرائيلية ويضيقون كثيرا دائرة الخيارات. إحدى أهم المعضلات التي تواجهها الآن صناع القرار في إسرائيل، ما هي الخطوات التي سيتخذونها؟ على من يردون؟ منفذ العملية استشهد أو أصيب، ليس أمامهم سوى الانتقام. انتقام من من؟ من أهله، من أصدقائه، من أصحابه، هدم المنزل. هذه أساليب، هذه خيارات جربها الإسرائيليون في مواجهة المقاومة الفلسطينية منذ عقود،
ودائما كانت تعطي نتائج عكسيه. صح. وبالتالي الذهاب الاسرائيليه والحكومه الاسرائيليه في اجتماع الكابينت الى مزيد من الشيء نفسه يعكس تعمق المأزق الاسرائيلي وازمه الخيارات الموجوده. ما مدى واقعيه تطبيق ما تم تسريبه لناحيه اعطاء المزيد، يعني بعد اجتماع الكابينت سيتم الذهاب الى اعطاء المزيد من التراخيص للمستوطنين وايضا سحب الجنسيات من عوائل منفذي هذه العمليات؟ هذه كلها بدائل تعكس العجز الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية. أن يعطى المستوطنون أو يتم لكن تسهيل، لكن في إمكانية التطبيق أم ستأخذ الأمور إلى أكثر من ذلك، يعني كارثية على هذا الكيان؟ هذا سيف ذو حدين، بمعنى أنه يمكن أن يتم تخفيف أو تقليص الإجراءات البيروقراطية والتقليل من الشروط ليمنع ليأخذ المستوطنون السلاح، ولكن كل الذي يتابع مجريات الواقع في المجتمع الإسرائيلي ارتفاع مستويات العنف في كل المجالات سوف يعني يصل نتيجة بأن هذا حمل السلاح قد يشكل خطر على المجتمع الإسرائيلي، خطر متزايد بحيث يمكن أن يستخدم في الداخل الإسرائيلي أيضا نتيجة أي أحداث أو مشاكل، وهو في المقابل لن يضع حدا. المجاهد المقاوم الفلسطيني الذي يأتي ينفذ عملية هو مسبقا موطن نفسه على الشهادة والاستشهاد، سواء استشهد برصاص مستوطن أو رصاص جندي أو رصاص شرطي، هذا لن يغير في واقع الحال شيئا لجهة استمرار العمليات. وبالتالي الفارق ليس فقط أنه كم عدد القتلى الفلسطينيين الإسرائيليين الذين يسقطون أو عدد الجرحى، هناك بعد معنوي، هناك بعد له علاقة بالوعي، هناك أبعاد كثيرة أخرى مرتبطة حتى لو لم تؤدي العملية إلى سقوط قتلى إسرائيليين. الفتى الذي نفذ العملية اليوم عمليته لم تؤدي إلى سقوط قتلى إسرائيليين، ولكن مفعولها النفسي والمعنوي والسياسي والأمني والعسكري كان مفعولا كبيرا. هذا الرعب ربما دكتور، من يعني يتابع القنوات الإسرائيلية، الإعلام الإسرائيلي يعبر تماما عن حالة الفزع اليوم اللي يعيش هذا الكيان. كنت أقول لك قبل قليل أنه ما ذكره مراسل موقع ولا العبري باراك رفيد أنه مستغرب أن السلطة الفلسطينية لم تدن العمليات بالقدس وأصدرت بيان أكدت فيه أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد بالمنطقة. أيضا نقلا عن الإعلام بن غفير فتح علينا عش الدبابير، يجب اعتقاله فورا في مطالبات عبر الإعلام باعتقاله. نذهب إلى صيدا جنوب لبنان مع زميل جمال الغربي مراسل الميادين هناك للوقوف عند هذه المشهدية. معك جمال. جمال، طيب يبدو جمال غير جاهز. سيد داوود اعود يعني تفضل جمال تفضل، عذرنا سيد داوود. نعم علا، يعني التحركات يعني او بالاحرى الوقفات التضامنيه والنشاطات ابتهاجا بعمليتي القدس ما زالت مستمرة منذ ليل أمس، سواء في المخيمات الفلسطينية أو في المدن اللبنانية. حاليا في نفس الوقت يعني في مدينة صيدا هنا وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية، وفي نفس الوقت في مخيمات صور، في مخيم برج الشمالي، مخيم الرشدي، مخيم الباص وتجمعات الساحل، هناك فعاليات وحواجز محبة ووقفات تضامنية عند مداخل المخيمات الفلسطينية تبارك هذه العمليات. أيضا كان هناك عدة مواقف صدرت من القوى السياسية الفلسطينية واللبنانية، منها يعني البيان الذي صدر باسم القوى الناصرية في لبنان، والتي يعني هذه الأحزاب والقوى حيت العمليات الفدائية التي نفذت في مدينة القدس، وأكدت يعني بحسب البيان أن قضية فلسطين لن يطويها الزمان ولا ينهيها اتفاقيات التطبيع ولا صفقاته. أيضا يعني اسمح لي يعني أن أتحدث هنا في مدينة صيدا مع أحد يعني مع العميل العام للحزب الديمقراطي الشعبي محمد حشيش. وسيد محمد، اليوم يعني هناك تحركات تضامنية مع المقاومة، كيف ترى العمليات التي جرت في فلسطين؟ لا شك أنه كل طلقة تطلق باتجاه الاحتلال هي فعل مقاوم عظيم. المراهنة كانت وما زالت على الشعب الفلسطيني بالداخل تحديدا وبالتفاف الشتات حوله. تصاعد العمليات في هذه المرحلة تحديدا بالضفة الغربية هو إسقاط لكل مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.
اللي انطلقت من أوسلو وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهي ضربة قاسية لمشروع التطبيع ولصفقة القرن خاصة في القدس. صفقة القرن اللي استهدفت تهويد القدس وتسليمها للكيان الصهيوني جاء اليوم الشعب الفلسطيني بشبابه المقاوم ليقول أن القدس ستبقى عربية وعاصمة فلسطين التاريخية. نحن من المهم جدا التضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي اللبناني والعربي، لأنه حقيقة انقلبت الآية. الشعب الفلسطيني هو من يعمل على استنهاض الوضع الشعبي العربي وليس العكس. نعم علا، يعني هذه هي الصورة الآن يعني من مدينة صيدا. سوف نعود إليك جمال، ابقى معنا من صيدا جنوب لبنان. ننتقل من جديد إلى السيد داود شهاب. سيد داود، وأنت تتحدث كان في يعني بعض المواقف المشرفة الأردنية التي أدانت واستغربت كيف تدين وزارة الخارجية الأردنية عملية القدس، هذا بالإضافة طبعا إلى تركيا والإمارات، وكان لك موقف بهذا الموضوع اللي اعتبروا عملية الأمس عملية إرهابية. حتى السعودية اليوم فقط يعني حذرت من انزلاق الوضع إلى مآلات خطرة. كيف تعلق يعني، وبالتالي قالت يعني ساوت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كيف تعلق على هذه المواقف؟ لا، والحقيقة الحكومات في واد والأنظمة في واد والشعوب في واد آخر. يعني المواقف الشعب الأردني معروفة تجاه القضية الفلسطينية، ويوم أمس كانت هناك مسيرات حاشدة في أكثر من مدينة أردنية استنكارا وإدانة لجريمة الاحتلال التي ارتكبت في جنين. مواقف الشعوب في كل مختلف، يعني احنا بالامس رصدنا وتابعنا جميعا حالة الفرح المنتشي والكبيرة والواسعة التي غمرت قلوب يعني كل النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي فرحا بهذه العملية من مختلف دول العالم. الجميع عبر عن فرحه، شخصيات، مشاهير، اعلاميين، فنانين الى اخره، يعني كان هناك نشوة كبيرة. لكن هذه الحكومات وهذه الدول للأسف يعني لا زالت ترتعد أمام المواقف الأمريكية، ولا زالت تتساوق تماما مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي بصرف النظر عن هذا ربما يعني المتباينة لبيانات الإدانة. لكن بشكل أساسي عندما تتحدث دولة مثل المملكة العربية السعودية مثلا وتساوي بين الفلسطينيين والصهاينة، هذا فيه مشكلة. عندما يتم الحديث عن مدنيين، استمعوا الآن إلى يعني أنا مثلا أنا أقول على سبيل المثال للحصر، يعني الشهيد علقم رحمة الله تعالى عليه، جده قتل في العام 1998 على يد مستوطن إسرائيلي، قتل طعنا أثناء توجهه إلى عمله، على يد مستوطن الذي جند هذا المستوطن لقتل العرب هو بن غفير في حينه، الذي جند هذا المستوطن ولقتل الفلسطينيين ولقتل العرب والمقدسيين هو هذا المتطرف بن غفير الفاشي، والذي يقود اليوم الحرب على المسجد الأقصى المبارك هو أيضا بن غفير. فكيف يمكن أن نساوي بين طارئ، مستوطن طارئ على هذه الأرض، وبين أصحاب الأرض الحقيقيين؟ صح. بلا شك يعني إحنا أقل ما يمكن أن نقوله إدانة هذه المواقف والحديث عن ردة، الحقيقة ردة حقيقية، ردة بكل ما معنى، بكل ما للكلمة من معنى، ردة عن ثوابت الأمة القومية والإسلامية. وأهم شيء أنه التاريخ لا ينسى سيد داود، لكن هذا انعكاسه على الفلسطينيين، يعني بعد من كان ربما يعول ولو 1% فقط على أي جهود لهذه الدول في قضية اليوم، هذا الانكشاف بشكل وقح إلى أي مدى سيزيد؟ يعني خلص الفلسطيني عارف أنه لا يحك جلده غير ضفره، وبالتالي ربما يعني الانكشاف بالتعبير عن هذه المواقف سيزيد من انفلات الأمور، ونصبح أمام عدد غير متوقف ومستمر من العمليات. لا، هو الحقيقة يعني
لا شك أن هذه المواقف تترك غصة كبيرة في القلب، يعني حسرة كبيرة على يعني أي موقف عربي لا نريده، ولا نريد لأي طرف عربي أن يكون في هذا الصف أو أن يكون في هذا الخندق. لكن أيضا في المقابل اليوم هناك حالة المقاومة لم تعد تكترث بكل هذه التفاصيل أختي الكريمة، والمقاومة اليوم تحولت إلى نهج حياة بالنسبة للشعب الفلسطيني. المقاومة اليوم في أهميتها، ما تمثل من أهمية للشعب الفلسطيني، هي أصبحت كالهواء الذي تحيا به أنفسنا. أيضا نحن نحيا بالمقاومة، لدينا إرادة صمود ولدينا إرادة حياة. إرادة الحياة تدفع الشعب الفلسطيني إلى هذا العمل المقاوم بمختلف أشكاله، سواء الانتظام في صفوف الفصائل الفلسطينية المقاومة أو حتى الشروع بأعمال فردية كالتي تمت. والحقيقة لا تعارض بين هذين المسارين، مسار العمل المنظم أو مسار العمل الفردي، هناك حالة تكامل. وانظري يعني أنت هذا الشاب علقم، خيري علقم، خرج لينتقم لشهداء جنين، ليثأر ويرد على جنين، وخرج أين؟ العاصمة، العاصمة القدس العاصمة تتحدث عن نفسها. الصدى في جنين كان عندما خرجت أمهات الشهداء يوزعن الحلوى في الشوارع في جنين، ورأينا ذلك عبر فيديوهات كثيرة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا يعكس حياة الفلسطينيين. هذا اليوم هو هذا أسلوب الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني. أسلوب الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني أصبح يقاوم. لماذا؟ لأنه لم يعد من يعبر اليوم عن الشعب الفلسطيني هو المقاومة، التعبير الأصيل عن الشعب الفلسطيني، لا التسوية ولا التطبيع ولا التعايش ولا كل هذه البرامج التي تهدف بها وعي الشعب الفلسطيني في مرحلة ما، فشلت فشلا ذريعا. واليوم الثابت في كل هذا المشهد هو المقاومة، المقاومة، والمقاومة من خلال هذه العمليات البطولية يعني الحقيقة ترسخ معادلات. يعني انظري، احنا بالامس مدينة القدس تتحدث عن نفسها مرة اخرى، العاصمة، بعمل فردي. هذا العمل الفردي يجسد وحدة معادلة وحدة الساحات اللي رسختها او قدمتها سرايا القدس في معركة اغسطس 2022 الماضي. صارت المعادلة هيك: القدس، غزة، جنين، غزة، القدس، جنين. هذه هي المعادلة. طيب سيد داود، هذا يعكس حالة التكامل في برامج المقاومة. المقاومة تحولت إلى جزء من حياة الناس، ولها يعني جذور ممتدة إلى الوعي الوطني، الوعي الجمعي للشعب الفلسطيني. ربما بهذه النقطة أود أن يعني أتوسع معك قليلا. شكل المقاومة الذي ربما أخذ شكل من نوع آخر، نحن نتحدث اليوم عن انتماء لهؤلاء الفدائيين بكتائب منظمة، غير منظمة، بعضها شبه منظمة لكنها لا تلتزم بالهيكلية للفصيل التابعة له. هذا الشكل من المقاومة الجديد ما دلالاته؟ كيف سيفتح بشكل يعني على مصراعيه العمل المقاوم بشكل أكبر؟ ربما هذه ميزة، هذا له خاصية مهمة الحقيقة، ويعني أصبح اليوم جزء من استراتيجية العمل المقاوم في فلسطين، هذا العمل الفردي. لأنه الحقيقة هذا العمل أحدث يعني شل منظومة الأمن الإسرائيلي، منظومة الأمن الإسرائيلي، لأنه هذا العمل لا يعتمد لا على اتصالات ولا على البنى التنظيمية المعروفة، لا يعتمد على شيء، وبالتالي يصبح من الصعب بل استحالة على أجهزة الأمن الإسرائيلية تشعر بشلل، بإحباط، حالة إحباط. هذا ما رأيناه بالأمس على فكرة على وجه كل من بن غفير ونتنياهو عندما ذهبوا إلى مكان وقوع العملية، عملية الأمس، حالة وجوم على وجوههم، صدمة، إحباط كبير، إنه هو لا يستطيع أن يصل، لا يستطيع أن يتنبأ بوقت حدوث العملية ولا بكيفية حدوثها ولا بمكان حدوثها، وبالتالي يصاب رجل الأمن الإسرائيلي بالإحباط. هذا الرجل الأمن الإسرائيلي الذي اعتاد على خطط ومراقبة الاتصالات وإلى آخره، اليوم محبط. كل هذه الترسانة والإمكانيات والتكنولوجيا والتطور الهائل في شتى المجالات غير قادر، عاجز تماماً
عن التنبؤ أو إحباط العملية قبل وقوعها. بالمناسبة اليوم إسرائيل تعمل على هذا وفق هذا التكتيك، إنه السعي إلى إحباط العملية قبل وقوعها. عندما يأتي شاب فلسطيني ويتخذ القرار في لحظة واحدة ويخرج، هذا يعني سيصيب العدو الإسرائيلي بحالة من الإحباط الواسع والكبير. مرة أخرى أعود وأقول بأنه هذا العمل ليس بديلا عن العمل المنظم، كما أن العمل المنظم ليس بديلا عن هذا النوع من العمل الفردي. المقاومة في أصل فكرتها أختي الكريمة هي مقاومة شعبية. المقاومة في أصل الفكرة، فكرة المقاومة في الحالة الفلسطينية على وجه التحديد، فكرة شعبية، شعب نعم فلسطيني سيدة. يقاوم، شعب، جماهير تخرج إلى الشوارع تقاتل معنا. إما بالحجارة بأي وسيلة تصل إليها، المهم أنه في هناك إرادة قتال وإرادة بقاء. إذن نعم. يعني هذا المشهد، هذه المعادلة. على كل حال يبدو أنه حتى الإسرائيلي بات يعرف أنه لم تعد الأمور فقط بالحجارة، وهذا الكلام لمراسل القناة 13 قال القدس مليئة بالأسلحة وما هي إلا مسألة وقت وسيخرج هذا السلاح بوجوهنا. أبقى معنا سيد داود شهاب، ورحب بسيدة فاطمة محمد رئيسة الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة، وحضرتك معنا من صنعاء. كل التحية لك بداية سيدة فاطمة، كيمنية وككل اليمنيين، كيف تلقيتم هذه العمليات الفدائية وكيف تابعتموها وماذا تعني لكم اليوم كشعب يواجه كل ما يواجه كل هذه السنين؟ أولا في البدء اسمحي لي أن أتقدم بالتهاني والتبريكات وبكل آيات الحب والإجلال والتقدير إلى شعبنا العربي العظيم في فلسطين، ونبارك له ونهنئه على هذه العمليات العظيمة، ونقول أن هذا الشعب الذي حمل على كاهله ليس فقط مهمة الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، بل لقد حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن أمته وعن الوطن العربي كله. بدلا من أن تكون الأمة العربية هي من تحمل على عاتقها مهمة تحرير فلسطين ومهمة إزالة الكيان الغاصب، فإن الشعب الفلسطيني اليوم هو من يتحمل هذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار، وهو أهل لها. فبوركت أيادي الذين قاموا بهذه العمليات الفدائية، وليس غريبا عليهم، هذا شعب الجبارين، هذا الشعب الذي تاريخه على امتداد 77 عاما هو تاريخ بطولي، يعلم هذه الأمة ويعلم العالم والإنسانية أن الحق لا بد وأن يعود، وأن من راهنوا على أن الكبار سيموتون والصغار سينسون، ها هم صغار الصغار الصغار الجيل الخامس اليوم فدائيون، كلهم يستشهدون ويقاتلون ويسقطون مبرجين بالدماء فداء لفلسطين، ولكن اليوم الدم بالدم والقتل بالقتل، ولكن الفرق أنهم ليس فقط يعلمون كما نعلم، وإنما هم أجبن من أن يبقوا في هذه الأرض التي تنفضهم قريبا إن شاء الله. نتابع هذا العاجل، لم نتفاجأ بهذه العمليات، لم نتفاجأ بها، ولم وكل ونحن منتظرين لها، لأننا نعلم أننا كجزء في محور ساحة من ساحات محور المقاومة، أن هذه الهبة وهذه الانتفاضة قادمة، وأن المسألة مسألة وقت، وأن المعركة الفاصلة لابد قادمة، وأن هذا الشعب لابد أن ينتصر ولابد أن تتحرر فلسطين بإذن الله. نتابع وإياك سيدة فاطمة هذا العاجل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يقول بن غفير يشن حملة قمع داخل السجون ضد الأسرى، لكن الأخبار من داخل السجون ومع الأسرى أنهم جميعا موحدين للرد على كل هذه الممارسات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال. أود منك وأنت تحدثين من صنعاء أن توجهي كلمة لهؤلاء الأسرى اليوم الذين يتعرضون إلى ما يتعرضون إليه حتى قبل يعني هذا القمع من بن غفير في سجون الاحتلال.
ليس هناك من اختلاف كثير بين ما يفعله المجرم بن غفير الإسرائيلي الصهيوني وبين ما يفعله بن غفير السعودي والإماراتي. حينما يهزمون في الجبهات يأتون ليقصفوا السجون ويقصفون المستشفيات ويقومون بتعذيب الأسرى الذين بين أيديهم، بل لقد وصل بهم الحال إلى اختطاف النساء كما حصل للأسيرة سميرة مارش. هؤلاء هم جميعهم مدرسة واحدة وأساليبهم القمعية واحدة، ولكننا واثقون من أن الأسرى الفلسطينيين سوف يكونون أشد، لقد أثبتوا خلال 70 عاما أنهم هم أيضا ساحة من ساحات المعركة في فلسطين ومن ساحات الصمود وساحة من ساحات الصمود. نحن في اليمن كما كنا كان لنا شرف أن نحرر الأسرى الفلسطينيين من السجون السعودية، سيكون لنا أيضا شرف المساهمة في تحرير الأسرى من السجون الصهيونية بإذن الله. كل الشكر لك سيدة فاطمة محمد رئيسة الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة، كنت معنا من صنعاء. أعود إليك دكتور عباس إسماعيل محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية. بات الإسرائيلي يعرف أنه في سلاح موجود وما هي إلا مسألة وقت وسيخرج هذا السلاح بوجوهنا. الآن أيضا تابعنا هذا، كنا نتحدث عن معضلة الخيارات، لم يجدوا أمامهم سوى الأسرى لكي يقوموا بما يقومون به. أعود إليك للحديث عن اجتماع الكابينات مع كل هذا الضياع. يعني لما بيكون في ضياع وفي حشر بالزاوية عادة يكون في قرارات كارثية ممكن أن تصل إلى حد أكثر مما سرب. يعني مشكلة الكابينات مع الواقع أن الخيارات كما ذكرنا هي محدودة جدا، وبالتالي من يعلق أمال على اجتماع الكابينات بأن يخرج بحلول جذرية سوف ينطبق عليه تمخض الجبل فولد فأرا. لن يخرج عن هذا الكابينت أي شيء جديد، أي شيء جذري، أي شيء من شأنه أن يحل المعضلة الخيارات التي يواجهها الإسرائيلي. ممكن أن يذهب إلى التطرف أكثر، أذى أكثر، يعني كما أشرنا ممكن أن يذهب إلى مزيد من الشيء نفسه، لأن الخيارات المطروحة أمام الكابينت الآن ما هي؟ الخيارات المطروحة هي أعمال انتقامية عقابية أسرع من السابق، يعني مثلا توسيع دائرة الذين يعتقلون من الدائرة المقربة لمنفذ عمليات، إبعاد طرد يعني أهالي أو أهل منفذ عمليات، هدم المنزل منفذ العمليات، زيادة ميزانيات من أجل المستوطنين لكي يحملوا سلاح. تحدثنا قبل، هذه كلها حلول يعني تكتيكية صح التعبير وعقابية لن تفعل شيئا في الوعي الفلسطيني. هذا جرب أكثر منه بكثير، تاريخ الفلسطيني مليء، تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مليء بأكثر من ذلك، وهذا لن يؤدي الحل. هذا إن دل على شيء في الحقيقة يدل على العجز الإسرائيلي عن مواجهة ما يحصل. وبالتالي اجتماع الكابينت خاصة وأنه نحن يعني الكابينت بتركيبته الحالية هو يعاني من مشكلة كبيرة، لأنه أولا هذا الكابينت لا يوجد فيه أو الذين يمتلكون خبرة باستثناء نتنياهو كونه يعني له أكثر من 12 سنة بهذا العالم، ووزير الأمن يوف جالانت. سائر أعضاء الكابينت منهم من ليس له خبرة أبدا، وإذا حتى إذا أخذنا بن غفير وسموتريتش هؤلاء ليس لديهم أي خبرة عسكرية أمنية، لأنه أصلا خدمتهم في الجيش الإسرائيلي مشكوك فيها. وبالتالي هذا الكابينت لا يملك من الخبرة العسكرية، في غياب الخبرة العسكرية والأمنية بهذا العالم تصبح الكلمة الفصل لاتجاهين أو عنصرين. العنصر الأساسي هو نتنياهو الذي يملك أغلبية في الكابينت، والعنصر الثاني هو المؤسسة الأمنية والعسكرية التي هي ترفع التوصيات والسيناريوهات. ومعروف بأنه للمفارقة في إسرائيل المؤسسة العسكرية والأمنية أكثر تعقلا أو أكثر إدراكا للمعضلة من المستوى السياسي الموجود، لأن مقاربتهم بشكل عام ناتج عن الاحتكاك في الواقع، تعرف أكثر. شو مقاربة كل مؤسسة، الجيش والسياسة والمؤسسات المسؤولة الأمنية الأخرى؟
المقاربة مثلا السياسية المستوى السياسي، إذا أردنا أن نحكم على المعلن، واضح بأنها مقاربة متطرفة جدا. الآن هذا ما يحصل الآن هو أيضا محك للمصداقية كل الخطاب السياسي الذي شهدناه. بن غفير كان يقول مثلا على كل مستوطن يقتل يجب أن يقتل 50 فلسطينيا، على كل صاروخ يطلق يجب أن يطلق على المستوطنات يجب أن يطلق 100 صاروخ. باختبار الواقع هذا لم يحصل، وبالتالي هناك مصداقية كبيرة. الأجندة على مستوى الخطاب متطرفة جدا، وبالتالي الموقف السياسي متطرف جدا، ولكن في المقابل نتنياهو معروف عنه بكل أنه يحاول دائما تدوير الزوايا، وهو معني أكثر بأن لا تخرج الأمور عن السيطرة. هو من سيكون يحاول أن يضبط الأمور. المستوى العسكري والمستوى الأمني في كل التجارب السابقة مع كل البطش الذي يقومون به، ولكن هو الأكثر إدراكا لمحدودية القوة، لأنه هو الذي يملك القوة، الذي يملك عناصر القوة، هو الذي على الأرض، هو الذي يعرف أن كل ما يملكه من إمكانيات وقدرات لن تستطيع أن تمنع مقاوم فلسطيني من تنفيذ عمليات. أكثر من ذلك، هناك المؤسسة الأمنية والعسكرية تدق يعني جرس إنذار في المنتديات الداخلية بناء على ما ينشر من أن استبداد الفلسطينيين أكثر، اتخاذ إجراءات عقابية أكثر، اتخاذ إجراءات جماعية أكثر، هذا يصب الزيت على نار المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا يؤجج أكثر. هذه الإجراءات التي تتخذ الآن أو بمستوى السجون، موضوع السجون، موضوع الأسرى، ماذا يفعل؟ يعني هذا تصرف أحمق من قبل المسؤولين الإسرائيليين، لأنهم يمسون في أكثر موضع مسألة هي موضع إجماع فلسطيني وتحفظ الفلسطينيين وغيرها من الأمور. فإذا المستوى السياسي والمستوى العسكري في ظل الكابينت الحالي وتركيبته وما فيه من صراعات ومن خلافات لن تكون لديه أي خيارات جذرية، أي خيارات فعلية، باستثناء الإجراءات العقابية التي تم تسريبها تسريب يعني جزء منها قبل قليل. سوف أعود إليك دكتور عباس معي، ربما نتحدث عن نقطة أنه اليوم حتى كأي فدائي يقول لإسرائيل أنه أي شيء تقومين به سيكون فيه رد سريع، فجاء بالأمس الرد واليوم ليس فقط سريع إنما فعال ومباشرة على الوتر. أنتقل من جديد إلى السيد محمد محي المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراق وهو معنا من بغداد. سيد محمد، كل فصائل المقاومة، كل يعني جهات المقاومة أصدرت بيانات بالتهنئة والمباركة، ماذا أكثر من ذلك يعني كمسؤولية ممكن أن تكون بعد هذه العمليات؟ أم هي يجب فقط أن تبقى فلسطينية فلسطينية؟ أم يجب أن يعني يتم تبنيها للبناء عليها؟ في شيء جديد يضاف على جبهة المقاومة كلها بعد هذه أو على خلفية هذه العمليات الفدائية؟ بالطبع وجود فصائل المقاومة وفي العراق وفي المنطقة يشد من عزيمة المقاومة الفلسطينية ويشد من عزيمة الشعب الفلسطيني، ونحن أيضا نقف في مواجهة الاحتلال الأمريكي و مؤامرات واسعة وكبيرة تحاك على بلدنا وعلى المنطقة، وتعلمون أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيس للكيان الإسرائيلي وهي التي تقف وراء وجوده، إضافة إلى الكيانات العربية الموجودة الآن والتي تعطي الدعم لهذا الكيان من خلال عمليات التطبيع. المقاومة بالطبع سوف تكون جزء فاعل في مسيرة مواجهة هذه المخططات، ولكن المفارقة اليوم أن الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني باتوا يقدمون هم العزيمة والدعم والقوة للشعوب العربية الإسلامية لكي تنتفض في وجه الحكومات الخائنة والمطبعة، بدل ما أن يستمد الشعب الفلسطيني القوة والعزيمة من الدول والشعوب العربية والإسلامية، لكنها الآن تتعرض إلى مؤامرة كبيرة، إلى مؤامرة الاستسلام وفرض الاستسلام وفرض التطبيع من قبل حكامها. نجد أن هذه البطولات الكبيرة للشعب الفلسطيني وللشباب الفلسطيني ولفتية فلسطين هي التي تقف اليوم في الميدان لتعري مدى وضاعة هذه الأنظمة ومدى قبح ما يفعلون في دعم الكيان الإسرائيلي ومنع الشعوب العربية والإسلامية من أن تقدم الشعب الدعم للشعب الفلسطيني. اليوم هؤلاء الشباب
يرفعون الأمل لدى الشعوب العربية والإسلامية أن تقف في وجه حكومات المطبعة وأن ترفع الكارت الأحمر بوجهها. المقاومة في جميع هذه الساحات هي التي سوف تكون بتفاعلها مع مقاومة الشعب الفلسطيني العامل الأساس والكبير في خلق جبهة شعبية كبيرة واسعة لمنع الكيان الإسرائيلي من أن يستفرد بالشعب الفلسطيني كما يفعل اليوم ويحاول. ما الذي يجب فعله؟ ما الذي يجب فعله بالخطوات؟ يعني إذا ما تحدثنا عن كل بلد ببلده، ما الذي يجب علينا على كل المستويات، ربما التربوية الدينية وربما أكثر من ذلك، يعني قبل أن نتحدث عن أمور حساسة واستراتيجية أكثر؟ يعني قلنا أن المعركة هي معركة وعي، هي مع محاولة لمسخ عقول شباب الأمة العربية والإسلامية حتى لا تتفاعل مع الشعب الفلسطيني، وأن لا تكون هذه القضية هي قضيته الأولى والمركزية وقضية مقدسة وهناك مقدسات يجب تحريرها. هناك اليوم هجمة كبيرة وحرب ناعمة تدار على شعوبنا وعلى شبابنا، لذلك تقع علينا مسؤولية كبيرة في توعية أبناء شعوبنا وفي توعية هذه الأجيال الشابة التي ربما تباعدت عنها كثيرا قضية فلسطين ولم تعد ربما حاضرة في وعيها نتيجة هذه الهجمة الإعلامية الشرسة، أن نعيد الوعي لهذه الأمة حتى تفهم أن الصراع الوجودي مع الكيان الإسرائيلي وليس مجرد كما تحاول هذه الأنظمة العميلة أن تسوقه للشعوب العربية والإسلامية أن القضية هي مجرد قضية شعب فلسطيني قبال الإسرائيليين، إنما هي قضية الأمة الإسلامية برمتها، قضية العرب برمتهم، وقضية ينبغي أن تكون على أولويات جدول أعمال جميع الشعوب العربية والإسلامية، وأن تقف وتكون حاضرة في الميدان تواجه التطبيع، تواجه الحرب الإعلامية التي تشن على الأمة الإسلامية، تواجه هذه الهجمة الشرسة على الدين الإسلامي وعلى رمزها الكبير القرآن الكريم كما يحصل في بعض الدول الأوروبية. عندما يكون الشعب العربي والمسلم حاضر في هذه الميادين أعتقد أننا نقع في الساحة الصحيحة ونضع أرجلنا في طريق المواجهة لإفشال كل المخططات وإفشال كل أنواع الدعم التي تقدم للكيان الإسرائيلي وتمنحه القدرة على الوجود وعلى المداومة وعلى التجرؤ على الشعب الفلسطيني. عندما تكون هناك جبهة شعبية وجبهة دولية وجبهة على مستوى الدول والحكومات أعتقد أن الكيان الإسرائيلي سوف يفكر ألف مرة ليرتكب أي جريمة بحق الشعب الفلسطيني. ابقى معنا سيد محمد محيي. دكتور عباس إسماعيل، كنت أحدثك عن سرعة الرد الذي كانت واضحة يعني على عملية جنين، هذا بأي حسبان تأخذ إسرائيل؟ لأنه كانت تحاول يعني جاهدة على إلباس هذه العملية الفدائية لأحد فصائل المقاومة لأنه بحاجة إلى جهة تعرف أنه يجب أن ترد عليها، لكن باءت محاولتها بالفشل، لا تنتمي هذه العمليات لأي من الفصائل. يعني لا شك أن كل التقديرات في إسرائيل كانت تتوقع أن يحصل عمليات فلسطينية ردا على في جنين، سواء من انطلاقا من قطاع غزة أو في القدس المحتلة أو في الضفة الغربية، هذا كان متوقع. كان كل البحث الإسرائيلي عن أين، من الذي سينفذ، طريقة التنفيذ العملية. من حيث أنه حصلت عملية لم تقم بالأمر المفاجئ، المفاجئ كانت النتيجة التي آلت إليها العملية، الجرأة التي نفذت فيها العملية وما حققته من نتائج قاسية جدا على الإسرائيليين. والإسرائيليون بالآونة الأخيرة يعني هم من يأخذ المبادرة إلى بمستوى معين من أجل تجنب شن عمليات، بمعنى أنه منذ ما يسمونه كاسر الأمواج قبل أكثر من 6 أشهر لجأ الإسرائيليون إلى استراتيجية أن يبادروا ويهاجموا كل من يشكون بأنه يخطط لعملية أو موضع وجود خلية، بهدف أن لا يفسحون في المجال أمام أي خلية أو أي فلسطيني للتخطيط لعمل في داخل أو ضد مستوطنات. هذه العملية خرقت كل هذه الاعتبارات ونجحت في التنفيذ، هي كانت متوقعة ولكن النتيجة جاءت قاسية جدا. أنهي معك ربما سيد محمد محيي،
سيد داوود شهاب، عذرنا سيد محمد، السؤال للأستاذ داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي، كيف يجب أن يستكمل هذا العمل أو هذه العمليات الفدائية؟ لا، هو أولا المقاومة يعني نهج، ليست خيار. المقاومة نهج، لأنه إذا تكلمنا عن خيار يعني في خيارات أخرى بالنسبة لنا، لكن نحن نقول المقاومة نهج، هذا أولا. ثانيا، كيف تستكمل؟ أولا باستمرار المقاومة، ثانيا بحالة عالية ومتقدمة جدا من الإعداد والاستعداد، واحتمالية اليوم يعني احتمالية اندلاع مواجهة كبيرة، هذا أمر وارد جدا ونحن نستعد له، مستعدون لمعركة. كيف شكل هذه المواجهة؟ ما الذي ستغير مع هذه العمليات الفدائية؟ وهل هي حصرا ستكون داخل فلسطين؟ يعني مسألة أن تكون داخل فلسطين أو خارج فلسطين، هذه مسألة يعني لندعها لوقتها، بس إحنا في عنا يعني كلام مهم وكبير تحدث به سمحت السيد حسن نصر الله بعيدة عملية أو معركة سيف القدس. إذا المسألة كانت مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك، وأنا يعني أعتقد بنسبة كبيرة جدا إنه المعركة القادمة سيكون عنوانها القدس والمسجد الأقصى المبارك، خاصة إنه القدس عندما تحدثت بالأمس وكانت مدينة القدس في ذلك تنوب عن كل المدن الفلسطينية، فمعنى ذلك أننا يجب أن نكون أكثر استعدادا لحماية القدس والدفاع عن أهلنا المقدسيين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. إذن المعركة القادمة أنا ليس تقديرا إنما على يعني قناعة كبيرة جدا بأنه المعركة القادمة سيكون عنوانها المسجد الأقصى المبارك، سيكون عنوانها القدس والمقدسيين، وهي معركة قريبة على الأبواب، لا أعتقد أنها تكون أبعد من شهر رمضان المبارك. هذه الحكومة الإسرائيلية، مهم هنا أن نشير إلى أنه هذه الحكومة يعني شكلت، أو هذا الائتلاف الحاكم في إسرائيل شكل على وقع انقسامات حادة جدا في المجتمع الإسرائيلي، إن صح لنا أن نقول مجتمع، أو مكونات الجبهة الصهيونية كانت منقسمة متصدعة، هذه الحكومة لا زالت متصدعة. نتنياهو أكثر واحد يعرف أنه هو يعني يجلس على برميل بارود في ظل سموتريتش وبن غفير، وأن الوضع متأزم جدا وفي أشد تأزماته، وبالتالي هذا بيدفعنا نحن كفلسطينيين وكفصائل المقاومة الفلسطينية إلى الاستعداد واليقظة والجاهزية. أنا سألتك بما أنه تحدثت عن سماحة السيد وانطلاقا للحديث عن المعركة القادمة، لأنه أمين عام حزب الله قال أنه سيفتح هذا حرب إقليمية، لهذا سألتك هل حصرا ستكون داخل فلسطين؟ في هذا السياق، في كلام لنعم أمير من الإعلام العبري أنه يجب أن نتذكر أن تأثير شمال الضفة صغير بالنسبة إلى تأثير القدس، وما امتداد التصعيد إلى الحرم القدسي إلا مسألة وقت فقط. حددت لنا الوقت وكنت سألتك عن الشكل، في شيء تضيفه سيد داوود بهذه النقطة وما كنت تتحدث عنه بشكل سريع؟ لا، من حيث الشكل يعني أنا مش شاطر كتير، إذا بدي أقول لكم إنه القلق اليوم ليس فقط من قطاع غزة ومما تمتلك المقاومة من قطاع غزة، وهو كبير بالمناسبة، وليل الخميس الجمعة الفائت كانت رسالة تحذير من المقاومة الفلسطينية، وكانت أيضا في اليوم التالي يوم الجمعة يوم أمس المسيرات التي خرجت في قطاع غزة أعتقد أنها ستكون موضوعة على طاولة النقاش والبحث في إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل اشتغلت في الفترة الأخيرة شغل كبير على إحداث شرخ بين القاعدة الشعبية في قطاع غزة أو الحاضنة الشعبية في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، لكن خروج الناس بهذه الكثافة أمس في المسيرات التي دعت لها حركة الجهاد الإسلامي، بالمناسبة كانت عنوان هذه المسيرات يا جنين الرد قادم والمقاومة نهجنا الأمس،
هذه المسيرات، هذا الالتفاف الشعب الكبير على خلف المقاومة الفلسطينية، حالة الفرح التي حدثت بالأمس، هذا كله شكرا. يعطينا مؤشر على حالة الاستعداد، حالة اليقظة، حالة الجاهزية العالية. الخوف الأكبر الداخل المحتل عام 48 والقدس، الضفة الغربية. هذا السيناريو وارد جدا ومتوقع جدا، إنه هذه المعركة القادمة ستكون فلسطين ساحة واحدة. يا رب يا سيد داود، شكرا لك سيد داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا من غزة. شكر موصول للسيد محمد محيي، الضيوف الكرام، للسيد محمد محيي المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراق، كنت معنا من بغداد. الشكر أيضا موصول لدكتور عباس إسماعيل معنا هنا في الاستوديو، محلل ميادين للشؤون الإسرائيلية. ويبقى دائما الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.